السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في قناة حنان للمعلومات العامة. اليوم رح نبدأ الحديث عن مملكة صومالية حكمت لفترة طويلة. هذه المملكة للأسف لا تذكر كثيرا في كتب التاريخ العربية أو الإسلامية. هذه المملكة هي مملكة ورسنجري. هي مملكة صومالية وكانت ملكية مطلقة كنظام حكم، حيث حكمت شرق شبه الجزيرة الصومالية منذ القرون الوسطى وإلى وصول الاحتلال البريطاني والإيطالي أواخر القرن التاسع عشر الميلادي وإلى مطلع القرن العشرين. تسمى أيضا بسلطنة أهل ماخر. ورسنجلي تعني بالصومالية جالب الأخبار الطيبة والسارة. عاصمتها كانت مدينة لاس قري التاريخية. سجل للسلطنة أكثر من 27 سلطانا على مدى أكثر من 6 قرون ونصف، وتعد أيضا من الممالك القديمة في العالم، وبذلك هي أقدم سلطنة صومالية، ولقد عاصرت جميع الممالك والإمبراطوريات في الشمال والجنوب. هذه المملكة أيضا كانت مطلة على بحر العرب، وكذلك في وقت من الأوقات عاصرت إمبراطورية آل شيران من الجنوب وسلطنة عدل في الشمال، وكان بينهما حدود مشتركة. كذلك عاصرت هذه السلطنة العديد من الدول والممالك الإسلامية. عاصرت دولة المماليك، الدولة العباسية، السلاجقة، وصولا إلى الإمبراطورية العثمانية. مملكة ورسنجري كانت أطول حكما حتى من العثمانيين نفسهم، وهي بذلك تعتبر ثاني أقدم سلطنة في العالم الإسلامي بعد سلطنة بروناي. وهذا يعني أن مملكة ورسنجري تدخل في المركز الثاني في أطول سلالات الحكم على صعيد العالم العربي والإسلامي. كانت السلطنة مشهورة في شبه الجزيرة العربية، خاصة في اليمن وعمان، بمنتجاتها المميزة كاللبان والبخور والعسل والسمن الماخر المشهور. وكانت المنطقة تدعى قديما بماخر أو ساحل ماخر. السلطنة كان لديها عدة موانئ استراتيجية، وتعتبر من أقدم الموانئ في شبه الجزيرة الصومالية كميناء لاس قري وعيلايو، وتعتبر من الموانئ التجارية النشطة المطلة على بحر العرب. عيلايو تعتبر من أقدم الموانئ، ويرجح أنها أقدم من ميناء زيلع لوجود دلائل أثرية قديمة جدا هناك. تقع السلطنة على نفس منطقة بلاد البونط القديمة، منطقة ماخير، والتي تتميز بسلسلة جبال يوجد فيها الكثير من الآثار والكهوف الكبيرة المليئة بالكتابات الغامضة، والتي لم يستطع العلماء فك شفرتها إلى يومنا الحالي، حيث كانت مأهولة بالسكان منذ القدم. وكذلك توجد فيها أهرامات أشبه بأهرامات جنوب مصر في النوبة من حيث الحجم والشكل المميز. والسلطنة كانت قريبة من أرخبيل سقطرى، لأجل ذلك توجد فيها أنواع مميزة من الحيوانات كالطيور والنباتات النادرة. هذه المنطقة والأراضي التي حكمها سلاطين ورسنجلي تعتبر اليوم منطقة غنية جدا، حيث كشفت دراسات أمريكية تابعة لشركات النفط منذ الثمانينات وجود احتياطيات هائلة من النفط والغاز وبعض المعادن المهمة. هناك عدة أسباب جعلت من مملكة ورسنجري قائمة لأكثر من 6 قرون ونصف، منها موقعها الجغرافي والذي كان بعيدا عن الأخطار والهجمات الخارجية، وكذلك عاصمة المملكة مدينة لاس قري والتي كانت محاطة بالجبال الوعرة من جميع الاتجاهات، مما جعلها حصنا طبيعيا لقرون طويلة. النظام السياسي والذي كان متطورا وحديثا مقارنة بالسلطنات الصومالية الأخرى، وحافظوا عليه لقرون.
تميز حكام مرسنجلي بقلة حروبهم وكذلك تريثهم في اتخاذ قرار الحرب، حتى أنه سجل تاريخيا أن السلطنة انتظرت حولا كاملا أي سنة كاملة قبل خوضها أحد الحروب، لذلك تميزوا بضبط النفس والصبر. ولكن يذكر تاريخيا أن سلطنة ورسنجلي أرسلت فرسانها للغازي أحمد جوري لمحاربة التحالف الإثيوبي البرتغالي. تميزوا بالوحدة السياسية حيث كان كل أفراد السلطنة يتبعون سلطانهم بالطاعة العمياء، فكان يقل بينهم الخلاف. السلطان وأبناء الشعب هم من عشيرة واحدة، والورسنجلي هم في الأصل أحد البطون المهمة لقبيلة الداروت، لذلك كان هناك تجانس واضح لشعب الورسنجلي. سلطنة أو مملكة ورسنجلي هي أولى الملكيات الصومالية التي حملت اسم عشيرة بعينها، يعني اسم السلطنة هي نفسها اسم العشيرة أو القبيلة، وسبقت في ذلك إمبراطورية أشورين نفسها. بعكس السلطنات الصومالية التي كانت تحتوي على قوميات أخرى غير القومية الصومالية أو إلى جانب القومية الصومالية، وظهرت فيما بعد سلطنات صومالية حكمت أجزاء من شبه الجزيرة الصومالية اتخذت من أسماء عشائرها اسم السلطنة أو المملكة نفسها. أول سلاطينها هو جراد عبد الله دين، وظل لقب الحكام جراد، وهو لقب أرستقراطي صومالي كانت تستخدمه بعض السلطنات الصومالية إلى أن غيرها جراد محمود علي شيري وتسلم مقاليد الحكم وأعلن أنه السلطان محمود علي شيري، وكان بذلك أول سلطان لسلطنة ورسنجلي يتخلى عن لقب جراد، وذلك في عام 1897. مع مجيء السلطان محمود تغير وجه السلطنة إلى الأبد، حيث عاصر في عهده عدة أحداث مهمة مثل ظهور دولة الدراويش المقاومة مع توليه زمام الحكم. كذلك كان قائد الدراويش السيد محمد عبد الله حسن متزوجا من أخت السلطان محمود شيري، وأيضا كان أول سلطان وحاكم صومالي رسم حدود سلطنته أواخر القرن التاسع عشر الميلادي. كان أيضا آخر سلاطين ورسنجلي له سلطة وسيطرة فعلية في السلطنة. سلطنة ورسنجلي كانت سلطنة هادئة وبعيدة عن التوتر والحروب والخلافات، إلى حين وصول الإنجليز إلى شواطئ وسواحل السلطنة، وذلك في عام 1886، ووقعوا معاهدات اتفاقيات مع جراد علي شيري تضمنت أن يكون يعترفوا فيه كحاكم على مملكة ورسنجلي، وأيضا له مطلق الصلاحيات ويتصرف باستقلالية مقابل استحواذ الإنجليز على الموانئ المهمة للسلطنة. جراد علي شيري كان والد السلطان محمود علي شيري، ولا ننسى أيضا أن السلطنة كانت تقع على موقع جغرافي مهم جدا مطلة على بحر العرب وأيضا أجزاء من خليج عدن، لذلك استأجرت الإمبراطورية البريطانية موانئ السلطنة حتى يتسنى للإنجليز أن تمر سفنهم من الموانئ الحساسة للسلطنة. كون جيشا خاصا وقام بتدريب الفرسان، أنشأ القلاع المهمة في السلطنة وهي شامخة إلى يومنا الحالي. ابتكر نظام شبه اشتراكي للضرائب، اهتم بتجميع وتدريب الإبل والخيول للحروب. حافظ السلطان شيري على علاقات وثيقة مع معاصريه من سلاطين شبه الجزيرة العربية، وكان يعرف باسم الشيخ السلطان محمود شاير. كان السلطان محمود شيري سياسيا مخضرما، حيث استطاع الحفاظ على حكمه وسلطنته رغم محاولات الإنجليز التأثير عليه، وطلبوا منه لاحقا التنازل عن بعض صلاحيات حكمه وتقليل نفوذه، ولكنه رفض ذلك
وظل متمسكا بحكمه، وكانت سلطنته مستقلة بالفعل، ولم يعجب هذا الشيء لندن. وفي عام 1921 ميلادي قام الإنجليز بدعوة السلطان إلى مدينة عدن لتوقيع اتفاقية استقلال السلطنة بوجود الملكة إليزابيث نفسها، ولكنه تفاجأ عندما أخذوه إلى سفينة من عدن، وكان على متن السفينة أيضا الزعيم المصري سعد زغلول، والذي سيصبح رئيس وزراء مصر فيما بعد، وتم نفيهما إلى جزيرة سيشل، حيث ظل السلطان منفيا هناك لمدة 7 سنوات. جزر سيشل هي أصغر دولة في أفريقيا، وهي تعتبر وجهة سياحية لا مثيل لها اليوم، ولكن سابقا كانت الجزر نائية وبدائية، وكانت بمثابة سجن خاص صممه قادة المستعمرات الإنجليزية، وذلك لنفي السياسيين العرب المناهضين للاستعمار مطلع القرن العشرين. الجزر لم يكن فيها أي خدمات، وكانت مهجورة بالفعل ولا تليق بشخص أرستقراطي كان يعيش في قصور بلاده. عاد السلطان لاحقا إلى أرض الوطن بعد إلغاء السلطنة. أيضا السلطان محمود شيري ظهر على غلاف مجلة History Today، وهي مجلة بريطانية شهرية تصدر في لندن تهتم بالتاريخ والمعلومات التاريخية، وذلك في سنة 1960 أي قبيل وفاته بفترة قليلة. مملكة ورسنجلي وأيضا سلطانها السلطان محمود الشاعر كان لهم أدوار مهمة في دولة الدراويش أو الدولة الدرويشية، لأجل ذلك سيظهرون معنا مجددا في كواليس دولة الدراويش أو حلقة دولة الدراويش. تابعونا في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.